بحث مستمر في ملامح بغداد في الحقبة العثمانية يبحر فيه المشاركون العراقيون والعرب والأتراك في المؤتمر الدولي عن بغداد ليوم الثاني على التوالي، مقدمين بحوثا معززة بالأدلة والوثائق. عقد هذا المؤتمر لتسليط الضوء على واقع مدينتي بغداد في العهد العثماني ولأهمية الروابط التاريخية بين مدينتي بغداد واسطنبول. باحثون من تركيا والعراق ودول أخرى قدموا أوراقا مهمة وقيمة تبين ملامح تلك الحقبة. جلسات اليوم الثاني تركزت على المشهد الثقافي، حيث أكد الباحثون أن الدولة العثمانية حفظت التنوع الثقافي واحترمت الاختلاف الطائفي والقومي في بغداد، ما أنتج تعايشا سلميا يليق بمدينة دار السلام. لقد حفظ العهد العثماني للقوميات المختلفة بما في ذلك بغداد هويتها الإسلامية العربية، وكان امتداد الدولة العثمانية في معظم البلاد العربية التي انقسمت فيما بعد الحرب العالمية الأولى كان يعتبر يمكن الوحدة السياسية التي جمعت هذه البلاد، وأطلقت الدولة العثمانية الحرية الدينية والمذهبية. كما قدم الباحثون دراسة عن التنظيمات الاجتماعية وتنوع الحرف والمهن وتوزعها بشكل منظم في أسواق بغداد. كانوا الحرف أيضا أولت الحرف والمهن صفة إدارية بحيث أنه تخليها وفق لنظام معين قائم بها. المشاركون في المؤتمر أكدوا أن الخدمات الاجتماعية التي قدمتها الدولة العثمانية في بغداد كانت متطورة على أكثر من صعيد، خصوصا التعليم والصحة والمواصلات والمرافق العامة. الخدمات الاجتماعية دي التي قام بتقديمها الولاية اللي تولوا حكم بغداد مثل مدحت باشا ونمق باشا، قاموا بتقديم خدمات اجتماعية دي خاصة ببلديات بغداد، تعليم، صحة، برق، بريد، وسائل نقل ومواصلات نهرية وبرية، أيضا الاهتمام بالصحة، إنشاء مستشفيات. الباحثون لم يغفلوا التطرق إلى أهمية مدينة الفلوجة في العهد العثماني وأهمية ربطها ببغداد من ناحية جعلها مركزاً تجارياً. تحول الفلوجة إلى ناحية في عام 1899 وأبرز السمات الإدارية وموقعها الاستراتيجي والنقل والمواصلات في المدينة، وكذلك وجود الجسر الخشبي فيها والذي أدى إلى بروز أهميتها التجارية باعتبارها إحدى نقاط التنقل ما بين العراق، بين بغداد وبين غرب العراق. بانتظار نواحي أخرى من حياة بغداد في العهد العثماني يسلط الباحثون عليها الضوء في اليوم الثالث وهو الأخير من المؤتمر.